كنت اتكلمت في فيديو هتلاقيه في الآية اللي فوق دي عن الشخص الاستسلامي أو الانهزامي، وحاولت أوضحها بشكل جميل كده، والحمد لله يعني الناس استوعبت الحمد لله. الفكرة إن الانهزامية أو الاستسلام ده ما بينفعش مع الناس كلها. احنا اتفقنا ان الانهزامية او الاستسلام ده ممكن يكون مقصود بيها ان انا مش عايز ادخل في مشاكل، مش عايز ادخل في جدال مع الناس. يعني في بعض الحالات المصطلح بتاع الانهزامية او الاستسلام ده في اللي انا بتكلم فيه كتحليل شخصية ده ممكن تكون حاجة ايجابية جدا. الفكرة ان الناس عمرها ما بترضى باي حاجة للأسف الشديد، وانت عمرك ما هترضي الناس كلها اطلاقا، والكلام ده للوجه المستطيل تحديدا، لان هو للأسف الشديد بيكون شخص مثالي زيادة عن اللزوم وبيبقى هدفه ارضاء الجميع، وده بيخليه يجي على نفسه كتير. عشان كده في نوعيات كتير برضو من الناس اللي وجهها مستطيل بتكون حساسة جدا وبتزعل وهكذا. كان في فيديو كنت عملته على تحليل شخصية رضا التونسي، فالشخصية يعني طلعت مش ولا بد يعني، ففي ناس معترضة لا يا عم ده راجل كويس وبتاع ومش عارف مين، مفيش مشاكل. فعملت فيديو بعد كده حسيت ان انا ظلمت الراجل في حتة، هو الراجل جبهته الصراحة عالية جدا، وده معناه ان الشخص ده مثقف عنده علم، بغض النظر بقى العلم صح ولا غلط، هو بيستغله ما بيستغلوش دي قصة تانية يعني. فروحت عملت فيديو اللي هو احقاقا للحق، انا جماعة اتكلمت على الشخصية دي وقلت عليها كذا يعني، لكن الشخص ده الصراحة عنده علم، هو اللي ليك واللي عليك تقوله يعني. وهنا بفتح التعليقات دلوقتي، بصوا معايا كده، بصوا الراجل ده معلق كام تعليق، بتاع مثلا 17 تعليق. ايه بقى التعليق بيقول ايه بقى؟ دعك من الدجل، فهذا الرجل يفتري ويكذب على الله. يعني بص مفيش فايدة، مش هتعرف ترضي حد. اللي حصل باختصار شديد ان انا انتقدت رضا التونسي، ففي ناس اعترضت معايا لان هي مؤمنة بالشخص ده. بعد كده عملت فيديو قلت فيه الصفات الحميدة اللي في الشخص ده، زي ان هو مثقف او عنده علم، فبرضو هنا في ناس انتقدتني اللي هم مش مؤمنين بالشخص ده، وما خدش باله ان انا بقول ان انا انتقدته، فانا عايز اقول اللي ليه علشان ابقى شخص محايد. فانتقدت في النوعين، انتوا فاهمين الفكرة؟ انا مش متضايق من النقد، لا لا لا، انا بتكلمكم بس بفكرة الارضاء. وعشان كده الناس اللي بتفكر في مصلحتها او الناس المادية او الناس اللي ما بيكونش عندها مشاعر تجاه الاخرين، الناس دي الصراحة معذورة، لانهم تعاملوا مع نوعيات من الناس ما ينفعش ان بني ادم يتعامل معاهم، فعشان كده بيتحول للشخصيات دي. ممكن نكون انا وانت ما مرناش بالمواقف دي فمش عارفين نعذرهم. التمس لاخيك 70 عذرا، طبعا الغلط غلط طبعا والصح صح، انا ما ببررش لاي حد انه بيعمل اي حاجة غلط عشان حصل له كذا ولا، بس هي الفكرة برضو ان المفروض ان احنا نلتمس الاعذار للناس، او على الاقل نفهم ليه النوعيات دي من الناس بتفكر بالطريقة دي. بس مش طول عليكم اكتر من كده، سلام.